ينضم إلينا دكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة والصدر. أهلا بك دكتور في صباح جديد. في البداية المتحور بيرولا، يعني عايزين تفاصيل شوية عنه أكتر، وهل أنت تتفق مع هذه الدراسة التي أجرتها الصين والسويد أنه لا داعي للقلق، أم لك وجهة نظر أخرى؟ أولا صباح الخير لحضراتكم السادة المشاهدين. هو طبيعة الفيروسات التنفسية بما فيها فيروس كورونا المستجد، اللي هو مش مستجد قوي يعني دلوقتي، إنها بتتحور بشكل مستمر، وده طبيعتها، يعني خصوصا تحورات موسمية. إن الفيروس نفسه بيحصل فيه طفرات جينية، وده اللي احنا بنشوفه وبنسمع عنه كل شوية. من وقت ما بشكل كبير انحصرت الجائحة، بنسمع من وقت للتاني عن متحورات وطفرات، وآخرها المتحور الفرعي الأخير من أوميكرون. يعني ده متحور فرعي من أوميكرون اللي أطلق عليه اسم البيرولا، واللي خلاه شوية يعني إلى حد ما يعني يدعو للقلق، وده اللي خلى منظمة الصحة العالمية تصنفه كمتحور يدعو للقلق، إن عليه نسبة متحورات على الشوكة البروتينية اللي على التركيب الجيني للفيروس تقريبا 35 طفرة جينية. ممكن توضح لنا الجزئية دي، الجزء الشوقي؟ احنا مش يعني محتاجين توضيح، بس هو حاجة اي فيروس بيبقى عنده تركيب جيني، ومن ضمن الاجزاء المهمة في التركيب الجيني لاي فيروس بالذات الفيروسات التنفسية حاجة اسمها الشوكة البروتينية، اللي في أغلب الوقت بتبقى هي المكان اللي بيشتغل عليه اللقاحات. يعني أغلب اللقاحات المعروفة الموجودة بتشتغل عن طريق إنها بتبطل عمل الفيروس، عن طريق إنها بتشتغل على هذه الشوكة البروتينية، إنها بتتعرف على الفيروس عن طريق التعرف على الشوكة البروتينية اللي بتختلف من فيروس للتاني. فلما بيحصل طفرات كتير على هذه الشوكة البروتينية، ممكن اللقاح ما يتعرفش على الفيروس، لأن بصمة الفيروس بتتغير. ومن هنا لما بيبقى فيه تغير كبير في الشوكة البروتينية، بيبقى فيه قلق إن الفيروس ممكن يهرب من اللقاحات، واللقاحات ما تتعرفش على الفيروس. يعني هل هنحتاج لقاحات جديدة أو لا؟ قصدك لا تنفع اللقاحات؟ هو حتى الآن ما فيش أي دليل إن اللقاحات الحالية مش بتشتغل. يعني الحمد لله ما شفناش زيادة في الحالات الحرجة، ما شفناش زيادة في شدة الحالات. اللي واضح إن هو أسرع، يعني في سرعة في انتشار الفيروس، لكن الى يعني حتى ان تؤدي ان يعني لغايه ما يظهر دليل ان في شده في الاعراض او شده في المضاعفات، مش هيبقى في سبب كبير للقلق. بس طبعا احنا ما زلنا يعني بنتعلم الجديد كل يوم عن طبيعه فيروس كورونا المستجد، لانه كان فيروس جديد علينا وعلى البشر. ومن هنا يمكن اجابه لسؤال حضرتك، أو ممكن سؤال حضرتك الأول، هل هنحتاج لقاحات جديدة؟ بالطبع هنحتاج لقاحات مش جديدة، هنحتاج تحديث للقاحات الموجودة، وده اللي الشركات بتعمله بشكل مستمر بحيث إنها تغطي الطفرات الجديدة دي. والسؤال الثاني، هل إحنا في قلق ولا مفيش؟ أنا في اعتقادي يجب أن يكون هناك يعني اطمئنان بس حذر. طيب حتى الآن مفيش سبب يدعو للقلق الكبير. طب يعني دكتور، بماذا تفسر التباين في وجهات النظر؟ منظمة الصحة العالمية تقول إنه الأمر يدعو إلى القلق، وعندنا هنا المعمل الصيني والسويدي يا جماعة الدنيا تمام ما تقلقوش. هو طبعا هو ده شيء يعني متفاهم، يعني من وجهة النظر العلمية إن منظمة الصحة العالمية لما بتعمل تصنيفات للفيروسات، سواء كانت فيروسات تحت مراقبة، فيروسات تدعو للقلق، ده سببه مش بيدعو الناس للقلق، سببه إن المنظمة نفسها بتقول إن يجب العلماء يدرسوا هذه الفيروسات بشكل أكتر تركيزاً، بحيث إنها نقدر نكتشف أكتر عنها قبل ما تنتشر بشكل كبير. لكن على أرض الواقع، على أرض يعني الدي تو دي لايف أو الحياة اليومية، مفيش أي سبب كبير يخلي الناس تقلق، لأن حتى الآن إحنا كأطباء أو حتى على يعني من التجربة العلمية لم يثبت أن هذه الفيروسات أخطر، ولم يثبت أنها بتقاوم اللقاحات حتى الآن. طب دكتور، يعني هل اللي أخذ اللقاحات القديمة ممكن يكون محمي أكثر؟ وهل يعني ما هي الوقاية؟ كيف لنا أن نتوقع ونحذر يعني؟
هو حاكي الوقايه لها ابعاد كذا يعني كذا بعد. اول بعد طبعا هي الوقايه اليوميه، الاجراءات الاساسيه، غسيل اليد، يعني ابسط مثله الاشياء مثل اللي اي نعملها برد عادي في فصل الشتاء. بالظبط. هو طبعا الجائحه كان من الفوائد بتاعتها انها خلتنا نهتم اكتر او نعرف اكتر اهميه الاجراءات البسيطه للصحه اليوميه وتقليل انتشار الفيروسات عن طريق ابسط الاشياء. لكن طبعا الوقايه الاساسيه اللي بتطمن الناس ان مش هنرجع للمربع صفر، لان اولا البشر بقى عندهم مناعه من الاساس اللي خرج منه فيروس كورونا المستجد. المناعه دي مش هتروح، ممكن تقل طبعا وده شيء مفهوم، لكن بقى في ذاكره مناعيه جوه جسم الانسان، ده مش هيوصل لمستوى الصفر ابدا. وعندنا طبعا لقاحات، وده كان شيء مهم جدا. وفي اعتقادي برضو اللقاحات حتى لو ظهر فيروسات او متحورات اشد، مش هتفقد الاستجابه للقاحات بشكل كامل، بس هتستدعي تحديث للقاحات او ابديت. فمع وجود الاجراءات الاحترازيه ومع وجود مناعه عند الناس من انتشار الفيروس اللي حصل اوريدي عند كتير من الناس، ومع وجود اللقاحات، في اعتقادي ان شاء الله ان اللي جاي مش هيبقى يعني في سوء اللي احنا شفناه في السنوات الماضيه. يعني نشكرك دكتور على هذه التطمينات وهذه التفاصيل والمعلومات القيمه. دكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجه والصدر، كنت معنا من لندن.